السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. ايه اللي قدامك ده يا حنان؟ ده زي ما بيقولوا تحدي الخير اللي في اليوتيوبر شغال اليومين دول، وانا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان شاء الله باذنك يا رب يوم الجمعه الجايه اللي هو بعد كام يوم دي هنعمل ان شاء الله اطعام طعام، بس حصل ظروف ان يوم الجمعه مش هينفع فقدمناها شويه، فان شاء الله هنعملها بكره الصبح باذن الله يوم الخميس. انا عامله على قدي، مش بتحدى حد، مش داخله تحدي مع حد، مش اعلان، مش اي حاجه من الكلام ده خالص خالص. بالعكس انا الحمد لله يا رب الحمد لله، الفيديو اللي صورته لكم ساعه ما عملنا القرص ووزعناها جالي عليه كومنتات كتير جدا، وجالي عليه في الواتس رسائل كتير جدا، كتر خيرك اديتينا افكار، احنا ما كناش عارفين نوزع فين، احنا الموضوع سهل واحنا خايفين، احنا بصوا لقيت ردة فعل الحمد لله الحمد لله. دي النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها، دي النتيجه. هو مش استعراض، هو مش تباهي، هو مش اي حاجه بالحاجات دي خالص، زي ما قلت لكم انا الحمد لله بنعمل الحاجات دي من بدري وما صورتهاش ولا كنت هصورها، بس لما لقيت ان هو طلب مني وعملتها وصورناه لقيت عليه رد فعل كتير، فانا قلت بقى طب نبتدي مع بعض ونبتدي ندي افكار. انا فرد لوحدي، انا مش مع مجموعه من اليوتيوبر ولا الكلام ده خالص، انتوا كلكم عارفين ان انا ماليش علاقه باي حد ومش عامله كميات اللي هو واو، لا خالص، انا بعمل على قدي زي انت كده في بيتك انت وجوزك واولادك، عايزين تعملوا اطعام طعام، تعملوا حاجه خير على قدكم، تقدروا تطلعوها مره في الشهر، مره كل شهرين حسب امكانياتك. هنعمل ايه بقى عشان ما نرغيش كتير، عشان لسه قدامنا يوم طويل. هعمل النهارده ان شاء الله باذنك يا رب باذنك يا رب رز بسمتي باللحمه المفرومه والبسله، عارفين اللي هو زي الاوزي بتاع الدول العربيه ده، رز باللحمه المفرومه والبسله. انا حطيت الخضار جوه الرز واللحمه كمان جوه الرز، ماشي؟ ده نوع في اشكال كتير قوي في اطعام الطعام، في طبيخ كتير جدا، بس انا واحده كحنان ما بحبش الصلصه، ما بحبش زي ما بيقولوا اللغوصه والصلصه والكلام ده، انا عايزه اودي علب نضيفه، علب كويسه يعرفوا ياكلوا فيها والحاجه تبقى سخنه والحاجه تبقى تمام، لا صلصه تنزل من هنا ولا الكلام ده. دول بقى قد ايه؟ دول 3 كيلو رز بسمتي، وممكن ازود من عندي كيلو، ماشي؟ دول 3 كيلو، كل كيس كيلو ونص، عليهم 2 كيلو لحمه مفرومه، وعندي نص كيلو كمان متعصج جاهز هاخده، يعني 2 كيلو ونص لحمه مفرومه على 3 كيلو رز، وطبعا كميه البصل دي اللي احنا هنخرطها، والبسله هحط حوالي 3 كيلو بسله متفصصه، يعني مفصصاها بالجزر بتاعها، بس هي في الفريزر مش قادره اطلعها دلوقتي عشان ما تسحش مني، ماشي؟ العلب بقى في حاجتين، في طبعا انت في بيتك عندك الزيت والتوابل وكل حاجه بقى، احنا دي مش هنحاسبها، مش هنحاسب عليها، فهمتوني ازاي؟ دي حاجات من عندك. ايه بقى اللي في بقى حاجتين تقدري تغرفي فيهم؟ انا عن نفسي انا بحب اغرف في العلب دي. دي العلب اللي انا قلت لكم عليها، دي اسمها علب كشري، بتتباع ليها غطا طبعا، اهو غطاها اهو، فهمتوني ازاي؟ بتتباع دول 50 علبه، ال 50 علبه ب 37 جنيه ونص. حسب الراجل اللي انا بجيب منه، دي ما تستصغروهاش، دي بسم الله ما شاء الله، يعني انا اشتغلت فيها قبل كده كتير، بقول لكم بتكفي الفرد وتزيد كمان، خلاص؟ فانا جبت 50 علبه وعندي 10 زياده في البيت، فوالله خدت ال 50 احب ما عليا، خدت ازيد حلو جدا، فاللي فيه الخير يقدمه ربنا، وجبت باكته المعالق دي، دي انضف نوع عنده، دول 50 ب 10 جنيه. دول 50 ب 10 جنيه عشان برضو تعرفي الحاجه اللي انت عايزاها. لازم هحط رز، هحط مكرونه، احط معاه، تحطي معاه شوكه او معلقه، خلاص. وانا عندي لفه الاسترتش عادي، جوزي ربنا يكرمه بعد ما بملى العلبه دي جوزي بيلفها لي بالاسترتش، وبنحط معاها المعلقه وبنبتدي نوزع. نروح دلوقتي المطبخ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. هنا اول حاجة عملتها نزلت اللحمة على حلة سخنة فاضية من غير زيت ولا سمن ولا اي حاجة، عايزة فرفة اللحمة دي خالص وكل لونها يتغير. قسمت اللحمة على حلتين بس الحلة كبيرة، حطيت فيها ازيد 2 كيلو، ماشي؟ هقلب كل اللحمة لحد لونها ما يتغير، وكون انا بقى فرمت البصل خلاص. هنا خلاص الحلة دي نشفت اللحمة بتاعتها خلاص لونها اتغير، رحت نازلة عليها بكمية البصل بتاعتها تتشوح تشويحتين، وبعد كده ننزل عليها بالزيت، ماشي؟ دي لسه، دي لسه بتطلع بخار، لسه كلها لونها ما اتغيرش خلاص. احنا كده شغالين في حلتين. هنا اللحمه خلاص هنزلت عليها البسله والجزر اهو، دول عندي في الفريزر طبعا، الدخان مش هيخليك تعرفي تشوفي. هبتدي اقلب اللحمه والجزر والبسله كلهم مع بعضيهم خالص، انا قلبت او شوحت
اللحمه، وبعد كده رحت حاطه البصل شويه، نشف البصل رحت نازله بالزيت، حطيت هنا زيت وحطيت هنا زيت في الحله الثانيه، اهي زيت لسه ما نزلتش في البسله. بصوا بقى فيها ميه اهي، الميه دي لازم تتشرب ماشي. وبعد كده رحت نازله بالبسله خلاص، ناخد تقليبتين ثلاثه، وبعد كده نروح مزودين الميه بقى اللي هي على مقدار الرز، عشان خاطر ده رز بسمتي بقى، انا هحط في دي كيلو وفي الحله الثانيه هحط 2 كيلو، هما دول اكبر حلتين عندي. بس تتفك البسله من اولها لاخرها، فهمتوني ازاي؟ ونشوف هنكمل ايه هنا حبايبي. خلاص بصوا ابتدي تشرب ميتها، لازم تشرب الميه اللي نزلتها البسله، اوعى تحطش ميه عليها قبل ما تشرب ميتها بتاعت البسله. ودي برده كده خلاص اهي، معلش الدخان حقكم عليا. وطلعت الحله دي، الحله دي بتاخد 2 كيلو رز، ليه؟ لان دول مش هيكفوا ال 4 كيلو، انا طلعت كيلو من عندي كمان فمش هيكفوا ال 4 كيلو. هاخد من الخلطه هنا واحط هنا شويه، واحط عليهم كيلو تاني ونص او كيلو رز لوحده، فهمتوني ازاي؟ ايه التوابل بقى اللي احنا هنحتاج لها؟ بصوا ادي التوابل، ملح، سكر، ماجي، اي مرق عندك، ماجي، كلور، اي حاجه، قرفه، فلفل اسود، لو عندك 7 بهارات هتريحي، ويبقى نحط معلقه كبيره من 7 بهارات، ونقلب ده كويس جدا جدا، يتشوح مع بعض، ونبتدي ننزل بميه مغليه عليه على مقدار الرز، نكون غاسلين الرز بقى ما ننقعوش، نغسل الرز، ان انا هخلي الرز يستوي فتره طويله وهتسقيه ميه زياده عشان الحبايه تكبر معايا وتنفش تبقى حلوه. بصوا انا بعدها لكم الكاميرا عشان تشوفوا، شايفين الزيت والسمن بتاعها طلع خلاص، يبقى كده خلاص نبتدي بقى ننزل عليها الميه المغليه. بصوا لونها وطعمها بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ننزل الميه المغليه ونجيب بقى الرز نغسله ونحطه. ادي كده الحلل بعد ما حطينا مقدار الميه بتاع الرز، مستنياه يغلي، ونجيب الرز نحطه عليه. انا مش هعمله بكاري ولا كركم، انا هخلي لون الرز واللحمه والبسله الطبيعي خلاص. هنا حطينا الرز، دي خدت كيلو وربع رز، دي خدت كيلو وربع الحله دي ماشي، الثانيه ممكن ازيد شويه 2 الا ربع ماشي، الثالثه بقى تاخد الباقي على اللي انا حاطاه من عندي. انا كده وصلت الرز 4 كيلو خلاص. بصي لازم ميه الرز البسمتي تبقى عاليه كده، استنيت لما الميه غليت خالص ورحت حاطه الرز وسبته بقى يتقلب، فهمتوني ازاي؟ انتوا عارفين انا بعمله الساعه كام؟ بعمله الساعه 1 بالليل، الساعه لا دلوقتي الساعه 2 ونص، ليه؟ عشان انا ان شاء الله باذنك يا رب احنا صايمين بكره باذن الله يوم الخميس ماشي. طب هدوقه ازاي؟ لازم ادوقه، لازم يبقى طعمه يطلع حلو، فانا هسويه نص سوا. يعني ايه نص سوا؟ يعني مجرد ما يشرب ميته يا جماعه وما يكونش لسه دخل في السوا 100%، اروح طافيين عليه واكمل سواه الصبح قبل ما ننزل، عشان خاطر الحاجه تروح للناس سخنه، فهمتوني ازاي؟ لو انت واثقه انك انت، لو انت صايمه بتعملي الحاجه طعمها حلو، لان دي كميه، فالرز الملح هيفرق والتوابل هتفرق، لازم تدوقيها لازم. خلاص حبايبي يتشرب بقى كده، نحطه على نار عاليه يتشرب، بعد كده نحط تحتيه الشياطه ونغطيه ونبتدي نعمل الباقيين اهو. ده ابتدى يغلي ودي ابتدت تغلي كمان. خلاص حبايبي هنا بسم الله ما شاء الله، هنا وهو بيتشرب بصوا شايفين، لو احتاج ميه تاني نحط له ميه خلاص. وادي الحله الكبيره برده لسه هقلبهم، وادي الحله الثانيه. خلاص حبايبي نفضل وراه كده على نار هاديه، اذا احتاج ميه نقلب خلاص يا حب... نحط ميه ونقلب، وعلى نار هاديه يستوي براحته، احنا مش مستعجلين. ادي حبايبي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي الحله وادي الثانيه وادي الثالثه، الحمد لله يا رب خلصوا على خير وكانوا في منتهى السهوله. هنبتدي دلوقتي هما خلاص سخنين، نبتدي دلوقتي نغرف وهما سخنين عشان ننزل ان شاء الله. بعد برضو ما هغرفهم في العلب هوريكم شكل العلب ايه، وننزل ان شاء الله ننزعهم على خير باذن الله. هنا ابتدينا نغرف، بصوا العلبه بتبقى مليانه اهي، اول ما بتغرف بصوا اهي شايفين. بصوا انا عايزه اوريكم حاجه، شايفين الدخان طالع ازاي؟ على طول تقفل، لازم الاكل يبقى سخن. خلاص نخلصهم كلهم بقى ونحطهم في الشنط ان شاء الله. هنا بصوا انا حطاها قدام جنب رجلي ماشي، وعشان احنا جوزي بيبقى ماشي بقى هو واحنا بنشوف الناس وبندي لهم الشباك، وادي المعالق، لازم يبقى في معالق يا جماعه ماشي، وربنا يرزقنا بقى ويرزقهم ان شاء الله برزقهم. ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ خلاص الحمد لله احنا لسه جايين دلوقتي، الحمد لله يا رب الحمد لله. معلش انتوا شايفين شكلي، يمكن انا مرهق جدا، مرهقه جدا، انا صاحيه من امبارح الساعه يعني ايمن الساعه 1 بالليل، فهمتوني ازاي؟ عملت الحاجات دي طبعا، تعرفين بقى تنظيف المطبخ والتوضيب والكلام ده، ووصلت للفجر عشان الحمد لله الصيام طبعا. ف وبعد كده نزلنا ولسه راجعين دلوقتي الساعه 2 العصر،
يعني كان جوزي قاعد النهارده، فعشان كده انا بستغله بصراحه. يعني انا اسفه من شكلي، انا مرهقه قوي قوي قوي. انا طالعه بس عشان اقول لكم حاجه، انا مش بعمل ده دعايه، مش بعمل ده فشخره. انا بفكرت مليون مره قبل ما اصور الفيديو ده، مليون مره، عشان ارجوكوا ارجوكوا، مش عايزه، مش بصوا يعني، خدوها بحسن نيه، والله خدوها بحسن نيه. انا دي بيني وبين ربنا، حاجه بيني وبين ربنا، والله بعملها عشان اشجع الناس فقط لا غير، فقط لا غير. لا محتاجه ربح ولا الكلام ده، وكلكم عارفين اني مش بكسب من ام اليوتيوب، ولا بقبض منه ولا بتهبب فيه خالص. الموضوع بتاع اللي هو بقى تاخد لايكات وتاخد فلوس، لا لا لا، بعيد عني خالص، مش تبعي. واللي يدخلوا قناتي وشوفوا الحمد لله، انا ما عنديش الكلام ده، ماشي. انا بعمله لله، وبعمل الموضوع ده لله، وبعمله بقالي سنين الحمد لله. ولما اتطلب مني ابتديت اقوله وابتديت اعمله، فبالتالي انا يعني لقيتكم انتوا كمان شجعتوني. زي ما بيقولوا ردة فعلكم لما اتكلمت معاكم، ردة فعلكم ليا كانت رائعة رائعة. فقلت خلاص، وانا كنت في الفيديو قلت لكم ان انا هعمل يوم الخميس اطعام طعام، فعشان كده قلت طب خلاص انا اوريكم اطعام الطعام اللي انا هعمله. دي فكرة، يعني دي فكرة ممكن يكونش حد بيعملها، ممكن يكون كل تفكير الناس ان انا اعمل بطاطس وفراخ ورز، مثلا لوبيا ورز، فهمتوني ازاي؟ لا، دي فكرة من الافكار، وفي افكار تانية كتيرة. يعني انا النهاردة مثلا انا حاطة الاكل في العلب، انا مرتاحة، مفيش حاجة بتلدلدق، مفيش حاجة صلصة وقعت، مفيش الكلام ده، حتى ما قفلناش ستريتش، لان خلاص الرز كل حاجة فيها ناشفة، مفيش فيها صوص، فهمتوني ازاي؟ فدي فكرة من الافكار. يا رب يا ستي لو حمرت شويه بطاطس عملتيهم في سندوتشات ووزعتيهم على الناس زي ما قلت لك قبل كده، بقسماط او سميت. الموضوع مش فشخره ولا لم لايكات ولا الكلام ده خالص، ماليش دعوه باي حد، وماليش دعوه ارجوكو، ومش انا، ومش بعمل كده خالص. دي حاجه بيني وبين ربنا، انا وجوزي وعيالي، والحمد لله ربنا بييسرها، والحمد لله ربنا بيسهلها. زي ما بيقولوا انا بدي فكره، وزي ما بيقولوا يجعلني سبب ان انت تاخدي فكره من عندي وتقولي اه الحمد لله حنان انا عملت كذا، اقدر اعمل زيها، الموضوع سهل، الموضوع بسيط. بس والله هي مش اكتر من كده، فهمتوني ازاي؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله النهارده قدرت اقفل 54 علبه، 54 علبه الحمد لله. طبعا كنت عايزه اكتر من كده، فالكميه اللي كانت فاضله اللي هم يكفوا 3 علب، يعني 3 علب كمان مش مليانين قوي، فقلت خلاص دول اكنهم 4 علب لينا احنا في البيت، واحده ليا، واحده لجوزي، واحده لبنتي، واحده لابني، اساس ان احنا بناكل من نفس الاكل، فهمتوني ازاي؟ فيعتبر المجمل كله معايا قفل 48 علبه، هنقول بالظبط بالظبط 47 علبه، 47 علبه الحمد لله يا رب، الف حمد وشكر ليك يا سوري، 47 علبه، انا اسفه، 53 علبه، 53 علبة، معلش أنا مش بقول لكم أنا مهنجة وصايمة، فيعني الحمد لله يا رب. تخيلي كمان بقى أنتي بتعملي الخير ده وصايمة وفي رجب، واو، أنتي بصي يعني ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب يا رب. دايما نبقى إحنا كلنا كده بنرضي ربنا بكل كل حاجة، وبنحاول نتقرب من ربنا بكل حاجة، فهمتوني إزاي؟ قفلت ال 50، عملت 54 علبة، 54 علبة بالظبط. 2 كيلو ونص لحمه مفرومه، 2 كيلو ونص، ما طلعوش 3 كيلو كمان بسله، 2 كيلو ونص بسله، فهمتوني ازاي؟ و4 كيلو رز بسمتي. هبتدي ازود عن كده طبعا، ويقولي مثلا حوالي كيلو، كيلو ونص بصل، كيلو ونص بصل، خلاص طلعوا لي 54 علبه، 54 علبه زي ما انتم شفتوا مليانه ازاي. خلاص انا عايزه ازود بقى، عايزه اوصل 60 70 80، يبقى خلاص انا عندي ده الستاندر بتاعي. هبتدي، وخدت لتر زيت عباد، لتر زيت عباد شمس، لتر ما بينهم الحلتين، ان الاول كنت شغاله في حلتين، ولما لقيت ان الموضوع الحمد لله زودت كيلو من عندي، موضوع كبر، ابتديت احط في حله ثالثه، فهو واخد لتر الزيت. طبعا التوابل وبقى ماجي والكلام ده كل ده من عندك، فهمتيني ازاي؟ ف اللهم صل على النبي، الكلام بيروح مني. 54 علبه الحمد لله يا رب، الف حمد وشكر لك يا رب. فخلاص انا هكمل 60، هكمل 70، هكمل 80، يبقى انا بالتالي هتجيبي كشكول عندك يا حبيبتي، كراسه عندك كده، تكتبي انا مثلا طلعت كام كيلو رز، عليه لحمه، عليه كذا، عليه كذا، اعمل لي 54 علبه، ال 54 علبه دول يا حبيبه قلبي، خلاص يبقى انت عرفتي ده الستاندر بتاعك. عايزه ازود لا 50 60 70، يبقى انا هزود لو هتعملي نفس الاكل.
خلاص ان شاء الله باذنك يا رب هنبقى مع بعضينا، هنعمل اكلات تانية كتير وهنعمل حاجات تانية كتير، وربنا يرزقني ويرزقكم ويرزق يا رب كل من كان وكل محتاج. في ناس بالنسبه لهم زي ما قلت لكم اللقمه دي بتبقى حاجه، يعني انا مش عايزه اقول لك هي كلفتني كام، هي كلفتني يعتبر ولا حاجه لا تذكر. بس في نقطه كمان عايزه اقولها لكم، انت في بيتك لما بتجيبي، يعني انا كل اللي حسبته اللحمه طبعا معروفه، اللحمه مفروم عند الجزار بكام، ورز البسمتي معروف سعره بكام ماشي، والعلب انا زي ما قلت لك انا يعتبر جايبه ب 50 جنيه علب ومعالق خلاص، البصل من عندي، التوابل من عندي، الزيت من عندي، النار بتاعتي تعبي انا شخصيا ماشي. فما تجيش تقولي ايه دي حنان عملت 54 علبه كلفوها مثلا 200 جنيه او كلفوها 250 جنيه، لا يبقى ايه. بصي اه ماشي حنان عملت كده فعلا، بس انت حضرتك ممكن تعملي ايه ده في بيتك، لكن لو في واحد تقول لا انا مش هعمل، هدي ال 250 لواحده تعمل لي وتجيب لي 54 علبه، لا يبقى حرام عليكي بتظلميها. ليه؟ يعني انا السؤال ده برضو سالته، في ناس سالوني طب انا لما ادي لحد اقول له اعمل لي اطعام طعام مثلا وجبات، في كتير بيعملوا وجبات وبيوزعوها، انت عايزه هتعملي لي الوجبه بكام؟ فتيجي تقول لك مثلا الوجبه باقل وجبه، اقل وجبه 20 جنيه 30 35 في 40 حسب ما بتعمل، ليه ده غالي؟ طبعا انت بتعدي بقى، يعني انا لو حسبنا وجبه النهارده دي العلبه دي ب 15 جنيه او ب 20 جنيه هتضربيها في عدد اللي انا عاملاه هيطلع معاكي مبلغ كبير، فهمتيني ازاي؟ مش هيطلع 250 جنيه. ليه؟ ان هي هتحسب لك بقى وقفتها والنار بتاعت البوتاجاز والتوابل والزيت وتعبها وتغليفها، ونزلت اشتريت لك الحاجه الخامات حتى لو انت مش رايه الخامات هي برضه هتقعد تغلف، فهي حاسبه كل ده. فبالتالي انت حضرتك هتكلفي بيتك انت لو هتقفي تعمليه 200 250 جنيه، لكن بره هتحطي فوقيه كمان، هتحطي فوقيه حبه حلوين، فهمتي ازاي؟ عشان بس ما نظلمش اللي هم بيعملوا الوجبات دي عيني، ويعني يقولوا لا دي حنان كده بتضايقنا او حنان كده هتقطع علينا او مثلا هتضربنا في رزقنا. لا انا مش قصدي اضرب رزق حد ولا حاجه، انا بشجعكم، بشجع الستات اللي زي زيها والبنات الصغيرين انك انت في بيتك تقدري تعملي وجبه، والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله كمان مره انا عامله كل ده لوحدي، انا ما اعرفش ازاي اتعمل. بصوا انا اتفاجئت، وكنت بصور لكم قبل كده، انا قايله لكم ان انا لما بصور وبعمل اكل بيبقى الدنيا صعبه شويه، فهمتوني ازاي؟ انا كنت بصور وبعمل الموضوع، انا لقيته في اقل من 10 دقائق انا مخلصه، او في ربع ساعه بالكتير انا مخلصه. خلاص ايه ده، في ايه؟ الحمد لله يا رب الحمد لله. بتبقى بتحسي ان في 100 ايد معاكي، والدنيا متروقه والمطبخ مترتب، وكنت لوحدي، كانت بنتي نايمه وجوزي نايم وابني، انا لوحدي بالليل الساعة 2 بالليل ولا 2 ونص انا بشتغل لوحدي، فهمتوني ازاي؟ فموضوع مش صعب، اشتغلي وانوي والله هتلاقي مليون ايد معاكي بتساعدك من غير ما بتحسي، دي بقى بركة ربنا، فهمتيني ازاي؟ زي ما بقول لك في بيتك اه هتكلفك 200 250 جنيه، لكن اذا واحدة هتعملها لك من اللي عندهم الاكلات بتاعت البيت اللي بتعمل اكل البيت واللي بتعمل اللي هي الحاجات دي، لا يا حبيبتي هتكلفك ازيد، ممكن تدخلي في 500 جنيه خلاص يا قلبي عشان تقدري تعملي العدد اللي فوق 50 علبه. خلاص يا قلبي عشان بس محدش يزعل ويقول حنان ما عملت حنان، لا انا مش قصدي اقطع عيش اي حد خالص ولا الكلام ده. ويا رب يا رب يجعلنا كلنا زي ما بيقولوا رزق لبعض، ويجعلنا نعمل الخير لبعض، ويجعلنا نفكر بعض، ويجعلنا نشجع بعض. واولا واخيرا زي ما بقول لكم انا لا مستنيه من الفيديو ده فلوس، ولا مستنيه هو يطلع، لا 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 الحمد لله انا قناتي الحمد لله يعني مش معروفه، وما عنديش فلوس باخدها من القناه ولا اي حاجه، وكفايه عليا انتوا بالدنيا دي كلها. خلاص حبايبي، وانا تحت امركم في اي سؤال او اي فكره، اي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم فيها، وان شاء الله ربنا يقدر نعمل تاني وتالت ورابع وعاشر، ونفضل طول عمرنا نعمل ان شاء الله، ونفكر بعض ونساعد بعض، نعمل مع بعض برضو افكار جديده. بحبكم قوي قوي، انا حنان رمضان.